أعلن رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد المقدشي أن استعادة السيطرة على صنعاء على رأس أولويات القوات الحكومية، وأن استعادتها من قبضة الميليشيات سيتم قريباً، مؤكداً قرب دحر الميليشيات المتمردة من العاصمة. وكشف المقدشي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة للحكومة أن نهاية الميليشيات الحوثية وصالح باتت وشيكة، مشيراً إلى أن المقاومة الشعبية المسلحة والقوات الموالية للشرعية الدستورية في طريقها إلى تحقيق الحسم العسكري. وتأتي تصريحات المقدشي بعد نجاح القوات الموالية للشرعية والمقاومة مدعومة بغارات التحالف العربي في السيطرة على عدة مناطق في الجنوب وعلى رأسها محافظة عدن. قال المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية إن التحالف يهدف أولاً إلى عودة الحكومة إلى مدينة عدن، ثم انتقالها إلى صنعاء إذا أمكن تحقيق ذلك من خلال محادثات للسلام مع ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين. وأضاف العميد أحمد عسيري في تصريح صحفي أن عدن كانت الخطوة الأولى، والآن ستبدأ الحكومة في إعادة بناء قدراتها العسكرية والأمنية وإعادة الاستقرار إلى المدن. تتواصل في إقليم الجند الفعاليات الشعبية المنددة بالحرب التي تشنها ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين للشهر الرابع على تعز والمدن الجنوبية. وشهدت محافظتي تعز وإب تظاهرات حاشدة أشادت بالصمود الأسطوري للمقاومة الشعبية في شمال الوطن وجنوبه، ونددت أيضاً بجرائم المتمردين التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية، وبحملة الاختطافات التي تطال الإعلاميين والناشطين الحقوقيين، مجددين دعمهم لقوات التحالف العربي ولشرعية الرئيس هادي. صنفت منظمة أطباء بلا حدود الوضع الإنساني في اليمن بالكارثي. المنظمة وفي تقرير لها قالت إن أعداد المدنيين الذين يموتون جراء الحصار المفروض على اليمن يماثل أعداد من يقتلون بسبب الحرب الدائرة في البلاد نتيجة لمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين. وتفرض جماعة الحوثي منذ 4 أشهر حصارا على عدد من المحافظات اليمنية، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية وإيصالها للمتضررين من تداعيات الإنقلاب. دعت لجنة حقوق الإنسان العربية جميع هيئات حماية حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وخاصة مجلس حقوق الإنسان للتحرك الفوري للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية، وإعداد تقرير عنها لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم على هذه الجرائم. وقال رئيس اللجنة الدكتور هادي بن علي اليامي إن عملية تحرير مدينة عدن كشفت عن أنماط الجرائم المنهجية المرتكبة من جانب التمرد المسلح، والتي شملت القصف العشوائي للمدنيين والأحياء والممتلكات المدنية وإعدامات خارج القانون، والقصف المباشر للأحياء السكنية فضلا عن الحصار المفروض على المدن اليمنية وأعمال الاعتقال للسكان المدنيين. وعد اليامي الانقلاب المسلح الذي تقوده ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين تهديدا خطيرا وجسيما جملة الحقوق والحريات الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان العالمية. قال برنامج الأغذية العالمي إن 13 محافظة يمنية تعاني من شدة انعدام الأمن الغذائي. وبحسب البرنامج قال إنه قدم مواد غذائية لحوالي 340 ألف شخص في 8 من المناطق الأكثر تضرراً في مدينة عدن، مؤكداً أنه يعمل على التغلب على انعدام الأمن وصولاً إلى الأسر اليائسة وغير القادرة على إطعام أطفالها. وفي ذات الصعيد وصلت إلى مطار عدن طائرة مساعدات سعودية تحمل 10 أطنان مساعدات غذائية وطبية، وهذه هي طائرة المساعدات السعودية الرابعة التي تصل مطار عدن.
قال وزير الخارجية رياض ياسين إن مقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إرسال مراقبين عرب إلى اليمن غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي. وأضاف ياسين في تصريح صحفي أن تنفيذ المقترح يتطلب قبول ميليشيا صالح والحوثي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار رقم 2216 والمتعلق بالانسحاب من المدن التي سيطروا عليها. وأوضح ياسين أن الحكومة كانت قد ناقشت مع بعض الجهات مقترح نشر مراقبين في اليمن، لكن كان شرطها أن يتم ذلك في مرحلة متقدمة من تطورات الأوضاع في البلاد وانسحاب المتمردين من المدن. وكان ولد الشيخ قد أعلن عقب لقائه أمس بالقاهرة أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أنه ناقش إمكانية إرسال مراقبين دوليين تحت مظلة الأمم المتحدة بالتنسيق مع الجامعة العربية وبعض الدول الإسلامية لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن. قتل 18 على الأقل من ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين وجرح آخرون في مواجهات مع المقاومة الشعبية، إضافة إلى غارات لطيران التحالف في محافظة مأرب. وذكرت مصادر في المقاومة أنهم تصدوا لهجوم عنيف شنته الميليشيا في جبهة المخدرة شمال غرب المحافظة، كما اندلعت مواجهات في عدد من الجبهات وسقط خلالها قتلى وجرحى. في غضون ذلك شن طيران التحالف غارتان على مواقع الميليشيات في منطقة سرواح غربي المحافظة. قتل 3 حوثيين وجرح آخرون في هجوم للمقاومة على نقطة للميليشيات الحوثية في مدينة البيضاء. وقال مراسل يمن شباب إن هجوما للمقاومة الشعبية على نقطة لميليشيا المخلوع صالح والحوثيين في منطقة العروق بمديرية الشرية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. تجددت الاشتباكات بين المقاومة الشعبية من جهة وميليشيا المخلوع صالح والحوثي من جهة أخرى في مدينة الضالع. وقال مصدر محلي إن المواجهات تجددت بمنطقة سناح، وتمكنت المقاومة من قتل 18 مسلحا حوثيا وأسر 6 آخرين. قتل 4 مسلحين حوثيين وجرح 2 آخرين في هجوم للمقاومة على نقطة حوثية. وقال مصدر محلي إن المقاومة الشعبية هاجمت نقطة حوثية بقذيفة صاروخية أعقبه هجوم بأسلحة رشاشات في شارع 50 بزبيد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى حوثيين. استهدف رجال المقاومة الشعبية بمدينة تعز القناصة المتمركزة في جولة الحوض وحي الجحملية. وبحسب مصدر في المقاومة الشعبية فإن رجال المقاومة استهدفوا قناصة كانت متمركزة بأحد الفنادق بجولة الحوض، كما تم استهداف 2 من القناصة في حي الجحملية حيث تتمركز فيه القناصة وتستهدف رجال المقاومة ومنازل المواطنين. أشاد ثوار تعز بالانتصار الكبير لمقاومة عدن على ميليشيات المخلوع صالح والحوثي، معتبرين ذلك انتصارا للوطن. كما أشادوا بالصمود البطولي لرجال المقاومة في مشرعة وحدنان ودحرهم لأتباع ميليشيات المخلوع والحوثي، وثمنوا الصمود والانتصار الذي حققته مقاومة تعز خلال الأيام الماضية في مختلف ميادين وجبهات القتال. وأكدوا في جمعة المقاومة تحرير وخدمات، بأن المقاومة يدا على الزناد ويدا تقدم الخدمات ويدا تدافع ويدا تنتفع. وقال خطيب ساحة الحرية محمد النقيب بأن المقاومة روح وطنية تسري في ربوع هذا الوطن بتحريره من الاستبداد والاستعباد والسلالية والطائفية، ومشروع تنويري يدحض ظلام وجهل وتخلف الإمامة والرجعية.